إذاعة سلطنة عمان تقدم فرسان من عمان. وقال الراوي: يا سادة يا كرام، إن أهل عمان هم أهل الشجاعة والسلام، وأن سفينة أبحرت من هذا الميناء وراحت تنشر في الآفاق الضياء. اسألوا عن الخيل كل ميدان، فهنا تسهل للمجد عزائم الفرسان. إنهم أهل الحق والحضارة والإيمان، لذا صاروا عبر الزمان هم الفرسان. إنهم فرسان من عمان. فرسان من عمان. التأليف الدرامي: مهند العاقوس وبسمة الخاطرية. الإخراج: علي بن عبد الله العجمي. بيضة الإسلام. في المساء كما جرت العادة، اجتمعت العائلة تتسامر وتتساير. قالت ياسمين لأخيها إدريس: ها، لو كنت في الجنة الآن ماذا تود أن تفعل؟ تفاجأ إدريس بالسؤال، لكنه ابتسم وقال: أريد أن أرى الأنبياء وكل من أحبهم. وهكذا دار الحديث بين الجميع عن الجنة وما فيها، حتى أخذ النعاس مأخذه في عيونهم وخلدوا إلى النوم. وفي الرؤيا رأى إدريس رجلا كأنه طائر عملاق في السماء، وفي الأرض عش كبير جدا. سأل إدريس الطائر: هل أنت من أهل الجنة؟ هل رأيت جدي هناك؟ اسمه إدريس مثل اسمي. لكن الطائر رفرف وظل صامتا، فسأله إدريس مجددا: هي، ما اسمك؟ وكيف تبدو الجنة؟ أصدر الطائر لحنا ثم قال: اعتني بالبيضة التي في العش، إن فيها ما تسأل عنه. ولما اقترب إدريس من البيضة تكسرت قشرتها وأصدرت صوتا، وفاحت منها رائحة عبير أزكى من رائحة كل العطور مجتمعة. عندما استيقظ إدريس قص الرؤيا على جدته حائرا، فابتسمت له وقالت: هي بيضة الإسلام. في ذلك المساء كان حديث العائلة عن بيضة الإسلام، فقال الأب: سميت نزوة ببيضة الإسلام لكثرة العلماء فيها. وأردفت الأم: وأما العش الكبير فهو عمان التي تحتضن كل أبنائها. تساءلت ياسمين: وما سر الرجل الطائر والعبير الخارج من البيضة؟ صمت الجميع دون إجابة، فهذا التفسير يصعب على أكبر المفسرين. لكن الجدة التي كشف الله عن بصيرتها أنشدت بيتا من الشعر دفع الجميع للاستغراب: فطوبى لمن في جنة الخلد داره، وصلى عليه ربها وغفورها. قالت الأم: هذا البيت من القصيدة العبيرية التي قيلت في وصف الجنة. ومن قائلها؟ سأل إدريس منقلا رأسه بين الجميع، فأجابه الأب: إنها قصيدة من 83 بيتا،
نظمها العالم الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي. سألت ياسمين: ومن يكون الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي؟ فأجابتها الأم: إنه واحد من أشهر فقهاء عمان من ولاية نزوة بيضة الإسلام، وعاش في القرن الخامس الهجري. أردف الأب: كان العالم العماني محمد بن إبراهيم الكندي مجتهدا في طلب العلم، فصار عالما وفقيها وقاضيا ومؤلفا وناقدا. كان إدريس يستمع بافتخار ويسأل نفسه: هل كان الرجل الطائر في الرؤيا هو الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي؟ وهل ترمز البيضة لولاية نزوة بيضة الإسلام؟ وهل كان ذلك العبير هو القصيدة العبيرية؟ في اليوم التالي بحث إدريس في الشبكة العنكبوتية، ووجد موسوعة عملاقة من 71 جزءاً بعنوان بيان الشرع الجامع للأصل والفرع للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي، فبدأ بالقراءة وفكرة في رأسه تقول: سأنظم قصيدة في وصف الجنة، ولكني قبل ذلك سأقرأ موسوعة جدي العماني محمد بن إبراهيم الكندي. فرسان من عمان، محسن علي، عصام الزجالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، عائشة البلوشية، وزكريا البطاشي. فرسان من عمان، من عمان. التأليف الدرامي مهند العاقوس وبسمة الخاطرية. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.